فأتوجه بالسؤال للسيد إقبال بن أحمد بن صادق بن يعلى، هل يقبل الزواج من الآنسة عائشة بنت محمد بن صادق بن يعلى على مهر سماه لها وقدره دينار واحد؟ نعم. هل تقبلين؟ نهارتها ثنية قطعت ليلتين ونهارين وفي الجسم، ومن وقتها حتى شيء ما نجم فرق بيناتهم حتى الموت. قلبي ما قايل لي خير.